السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي لي غوسيت دو كاميليا. اليوم وصفة جديدة غادي نحضرو لي بانكيك، تيجيو لذاد بزاف، ممكن لكم تحضروهم الفطور ديالكم اولا الكوتي. نخليكم مع المقادير. لتحضير البانكيك غادي تخصنا جوج علب ديال الياغورت، ما يعادل 220 غرام، انا هذا بنكهه الفانيلا، 300 غرام ديال الدقيق خاص بالحلويات، 20 غرام ديال السكر الخشن، 300 مليلتر ديال الحليب، 60 مليلتر ديال الزيت النباتيه، جوج اكياس ديال الفانيلا، جوج اكياس ديال خميره الحلوانيه، جوج بيضات وقبيصه ديال الملح. نبداو على بركه الله. انا خدمت في بلاندر، يمكن لكم تخدموا تراب اليدوي اولا ديال الضو. هادي ندير الحليب، نزيد فوق منه السكر سنيده اولا السكر الخشن، نزيد فوق منه الياغورت، ثم جوج بيضات، نزيد الزيت النباتيه، هادي نضيف قبيصه ديال الملحه وسكر الفانيلا. غنخدموا هاد المكونات مزيان في البلندر، ثم هادي نضيفوا لهم الدقيق والخميره تدريجيا. صافي، ها القوام ديال العجين ديالنا تيكون بحال هكا، شويه ثقيل. غادي نطيبوا لي بانكيك ديالنا. انا استعملت هاد الكريبيير ديال الضو، يمكن لكم تستعملوا اي مقلات تكون ما تتلصقش. صافي، ها تيتحمروا من هاد الوجه، تنعاودوا نقلبوهم. وها لي بانكيك ديالنا واجدين، نسقيهم بشويه ديال العسل وندردروا فوق منهم شويه ديال السكر كلاصي. نتمنى تحضروا الوصفه، تيجيو لذات بزاف وخفاف. نقول لكم الى وصفه مقبله ان شاء الله. ما تنساوش تدعموني بلي لايك لي بارطاج ولي زابونمون، وضغطوا على الجرس باش تصيبوا الجديد. الى اللقاء.